عباره عن اوبجكت. الالكترون جسيم ذري صغير جدا 3.9×10^39 constrained to move backward and forward within atomic distance في خلال مسافه مقدار 4 انجستروم. وهذه الابعاد الذريه الاربعه. لكن اللارج بارتكل 9.1 ملي جرام يعتبر جسم كبير يتحرك في خلال مسافه مقدار 4 سم. الصندوق تبعه 4 سم، الناس بتقول 4 انجستروم، ضخم جدا. فبالتالي المطلوب مني ايش اعمل؟ احسب مقدار الانرجي تبع الالكترون. الان لو جيت انا تعوضت على مقدار الانرجي اي 1 تساوي ايش ايش كانت؟ اتش تربيع على 8 ام في ال. اذا حاول انت تحسب الرقم هذا بيطلع معك اي 1 تساوي 2.3 الكترون فولت. طبعا في الاول بيطلع معك الرقم بالجول بتحوله ايش؟ الى الكترون فولت. مقدار الالكترون فولت 2.3 الكترون فولت هو مقدار رقم واضح انه كبير. لما تيجي تشوف مستوى الطاقه الثاني ايش حتلاقي؟ تقريبا 4.9 الكترون فولت. اذا هنالك ايش؟ مستوى الطاقه الثاني اي ان تساوي ان تربيع في اي 1. فبتحسب مستوى الطاقة عن 2 إلى 3 إلى 4. لكن هو في السؤال ايش طالب؟ طالب تحسب مقدار الطاقة والسرعة التي يمتلكها. طيب كيف بدي احسب السرعة الآن للإلكترون؟ بالضبط الإنرجي تساوي نص أم في تربيع أو من خلال العلاقة اللي بتقول إنه المومنتم بي المومنتم بي بتساوي أم في جي أم في جي وبتساوي أم في اتش على 2 ال. ان في اتش على مين؟ 2 ال. على 2 في ال، ال هي الديستنس اللي بيتحرك فيها الجسم. الان السرعه في الحاله هذه ايش بتساوي؟ بتساوي ان في اتش اذا الفيلوسيتي في تساوي ان في اتش على كم؟ 2 على 2 ام في ال. طيب ال ام 1 اذا في 1 تساوي 30 لان على 2 ام في ال. الاتش معروفة كتلة الالكترون معطاة والمسافة 4 انجستروم محولها لمتر بيطلع معاك 9.1 في 10 قوة كام؟ 5 متر على السكس. إذا تقريبا 900,000 متر على الثانية وهي السرعة التي يمتلكها في المستوى الأول. لما نروح على ان تساوي 2 ايش بتقول؟ ايش العلاقة بتصير؟ بتصير في تساوي ان في 1. لاحظ انها فيش تربيع. انا حتساوي اذا كل ما زادت زاد المدار زادت السرعه التي يمتلكها الجسم. بالمقارنه تعال انت شوف الجسم اللي كنت بتطبيعه. عوض بنفس الارقام حتجد انه اي 1 التي يمتلكها الجسم اي 1 تساوي في حاله الجسم الكبير حتساوي 2.3 في 10 هو ناقص 40 42 الكترون فولت. قديش الالكترون فولت وحده صغيره؟ فهو في 10 هو ناقص 42 الكترون فولت. لما تيجي تقول اي 2 ايش بتساوي؟ بتساوي ان تربيع في اي 1 حيتغير شيء؟ ما كان اذا التغير متصل إذا التغير في الطاقة متصل. إذا سوف يبدو هذا الجسم يمتلك جميع الطاقات من صفر إلى ما لا نهاية بدون أي انقطاع لصغر مقدار الطاقة ايش؟ الملحوظة هنا. طبعا كل هذا الكلام اجى من وين؟ اجى بسبب إنه ثابت بلانك مقدار صغير جدا وبالتالي لم يظهر مبدأ التكميم إلا في التعامل مع الجسيمات الذرية. أما نتعامل على جسيم مادي وتحطه في صندوق وتخليه يروح ويجي كل الاحتمالات ممكن. كل الطاقات ممكن ليش؟ لتصغر مقدار الطاقة التي يمتلكها وبالتالي لتصغر المسافات. يعني مثلا لما تيجي تتكلم على 4 اي 1 أو 5 اي 1 أو 10 اي 1 أو 9 اي 1 فهي كلهم
المصير بالضبط. وبالتالي سوف تكون الدرجات ايش متصله زي ما انت شايف على الرسمه اللي قدامك هنا. ستجد ان مستويات الطاقه الالكترونيه عباره عن مستويات طاقه منفصله بينها مسافات، لانك لما تضرب انتر بي 2.3 بتلاقي ايش في جاب في فجوه. لكن لما تيجي تتكلم على الجسم اللي امامنا هنا كتلة 9.1 ملي جرام، هتجد انه جميع الطاقات ستظهر مستويات طاقة، وبالتالي يمكن يتواجد في كل الأماكن لعدم وجود فجوات لصغر مقدار الطاقة اليوم. السرعة التي يمتلكها أيضا الجسم في هذا الصندوق سوف تكون إذا حسبناها بنفس الطريقة 9.1×10^-28 ملي متر على الثانية. إيش معنى الكلام؟ معناته ساكن. يعني لو تيجي تحسبها كم ملي بتحرك في مثلا كل 200 سنة بتلاقيه ما بتحركش. إذا هو عبارة عن إيش؟ إذا لما الجسم طلع في صندوق مغلق البوتنشال تبعه عالي جدا على الجانبين، الجسم لم يتحرك، إيش اللي بيحركه؟ هو صح محصور، لكن إيش اللي بيحركه؟ أوكي؟ إذا سوف يبدو إيش؟ ساكنا. ولو رحت شفت مستوى الطاقه الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ستجد الرقم ايضا متناهي في الصغر، يعني الجسم ايش ساكن. اذا لاحظ انه الميكانيكا الكامله لا تظهر الا في التعامل مع الجسيمات الذريه، ولا وجود لها في حاله ايش؟ اللي هو الجسيمات الماديه اللي مصعبه معها حياتنا العاديه، والسبب في ذلك يعود الى صغر ثابت الماك. صغر ثابت الماك هو فتح باب ميكانيكا كامل على الذره وصعيد الذره والاتوميك ليفلز. المحاضره الجايه ان شاء الله حنتكلم على معادله شرودنجر اكويجن، ونستخدم نفس المثال هذا في تطبيقه على شرودنجر اكويجن لايجاد مستويات الطاقه لاستخدام معادله شرودنجر اكويجن دون العوده والرجوع الى الوتر المشدود. لكن مش كل مره ومش كل مساله استطيع اني اجيب مثال يطلع لي الداله الموجيه اقدر ايش احسبها. بستخدم انا معادله شرودنجر لحساب الطاقه بدون التعرف على شكل اللي هو بدون التعرف على مثال مطابق للواقع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونلتقي غدا ان شاء الله.